تخليني بس ما بدي احكي معك عن هذا الموضوع. بعيشه شيء سكر. شنو الموضوع اختي؟ خليني من الاسرة المسخسخة. اختي رد عليش كي يبقى ويقول لي في المدرسة بابا كي يخدم في الزبالة. اختي راه بابا هدي راه 3 سنين وهو كي ماما ماتت وهو ما تشوش علينا وهو مقرفس من جهتنا. اختي انا راكي عيروني في المدرسة ولكن ما كنتاش فيهم نتي في قرايتي ياكي بابا مسكين راه خدام علينا وجايبها بعرق كتافي. ماشي شوية وغادي فوق وغادي يسمعني الله. نقدر نشتغل على الخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا ربي تسترنا وتحفظنا وتحفظ الجميع يا ربي. يا ربي تكبرنا بنيتنا في الحلال يا ربي. يا ربي متخيبناش يا ربي. يا ربي تيسر لينا يا ربي. يا ربي تكبرنا بنيتنا في الحياة وفي الستر يا ربي. حسين بنيتي المهم انا وصي ردي البال لاختك وما تخرجيش صافي راه عمرت لكم اتاي وحطيت لكم الزيت وحطيت لكم خبز ديال قسم الله كلوا ورجعوا هنا ما تخرجوا من والو صافي حيت كاين شي وحدين اللي يحل الوحوش شي بشار اللي يحل الوحوش صافي بنيتي ردي البال لاختك وما ديريش شي حاجه اللي خايبه انا مش نخدم و ما يدري شي تعملي جمال راه شي شوف وليداتو غنمشي نتغدى
صافي صافي. المهم لا لكن ماشي هاد العيبه، راه انا ود عندك السيرفيس الاخر لينا شفت السيرفيس تاعك صافي صافي. يلا المهم السيرفيس ما تخويش حتى وصافي، راه غنوجو زوينا غتسقط هاد العيبه وراه صغير لينا صافي الله يسر. المهم ما تخويش البلاصه صافي، غنشوف الوليدات راه شويه خلي شي مرات شويه خلي عمرها وصافي. امين يا ربي امين. خويا عبد الرزاق دير بخير، تقعد تقعد على الكوندوار، تقعد على الكوندوار اصاحبي، اش موك شكليا مقاصد خويا عبد الرزاق جيت عندك اخويا تعرف بديت وجهي الروح، علاش جاي عندك اخويا؟ عارف بعدا عارف، عرفتي شحال كنت سالك بعدا؟ شكت شعرك كريم؟ عارف عارف شحال كنت سالك، جيبها معاك كاينه واحد 70 درهم دابا 70 درهم راه كنت سالك زباله فلوس حتى كتقول لي 70 درهم. اصبر عليا خويا عبد الرزاق الشهر الجاي شحال كنت سالك اصاحبي؟ شوف ترى 500 درهم هادي اش ندير بها؟ ما كتسالني اخويا عبد الرزاق، ماشي ما كتسالنيش انا ما ناكرش. اصبر عليا خويا راه عطلوا لينا خرصه في هاد الشهر هادي ومخا مشي شي خرصه الحمد لله الحمد لله ونشكر. واش اخويا شحال ديما ندير ليا نفس السبه اصاحبي؟ سير صافي سير كان واحد اكيد سير قال لي سير تجيب فلوس وتجي دير داك الشيء. اصبر عليا خويا عبد الرزاق ما خويا انت ما عندكش كريديت خويا عبد الرزاق والله وليدي اجي ما عندي ما نوكل بالله. سير اصاحبي سير فعلا الله ينورك خويا عبد الرزاق. هذاك صاحبي راه كنسالك زباله فلوس، سير الله يسالينا وعليك. يرحمك الوالد. حتى سير الله يسالينا وعليك اصاحبي، الله يرحم والديك. ماشي غير كتعرفنا. هذي مشكلة هذي. صافي اجي 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 اجي. تعال 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 تعال. تبقاو فينا اصاحبي والله حتى كتبقاو فينا. صاحبك خويا عبد الله ولكن اصاحبي دير عقلك اصاحبي جيب لي فلوس حتى كتشوف الشركه كتبني معاها شويه كتعطلنا انا شقار بالسكر وبك يدي لي شيء غير السكر انت 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 شوف شنو خاصك تاوجه شنو سيفين اللي كم كاين اسمي قاسم الوليد اللي كيديروا حقه ليه علاش مزوج؟ علاش مزوج ملي ما عارف راسك ما تصيرش عليه؟ صباح هادي اعوذ بالله على من سبقي تو صباح زين اذا عم ذاك راهي طاحت الصباح وحبي سالي شي شد سي شورا لما الصباح طاح راه طاح النار اخويا الشيخ حيجي كتشوف فيا هادي راه حبره اخويا حبره من والو اسامي انت خدام خدام على راسك اسامي صافي انت خدمت في الزبل حشاك بالزبل حشاك وحشاك الله وانت ما تعنيش بها الخدمه هذه اه ما تعنيش بها الخدمه راه شريفه مكبر باش دري راه شريكي انا خرجت لحد الزبل انا ما عندي ما ندير لك شنو ما ديري بحال هكا شنو قلت لك والو اش حبيت انت بحال الموت اسمح لي اسمح لي صافي اش دير بحال هكا راه شنو لا والله اسمح لي درت غا على عارف كيفاش كنت من الدار عارف اسمح لي انا الله يحفظك الحق اش دير لا صافي مع خوش اسمح لي اسمح لي
خير اسي. حشومة صاحبي، الله إلا حشومة عليكم والله. حنا خدامين عليكم وخدامين قدام ديوركم، نقلكم في الزبل وتعايرونا صاحبي. غفور الرحيم شنو نقول لك اصاحبي. درنا وليدات بغينا نحمد الله وشكرنا، بغينا نبردوا الوقت. هذا الشيء اللي كدوزوا فيه دوزنا قبل من الله يهديكم. حالا رادي شكرا له فين كتب لي الله الطاف ديال الخبز شو هذا دابا هذا الفيزور المسكين في الصباح كرات الله واش واكل ولا ما واكلش ناس مقيله هو يضرب في الشموشات واحد من الغرب كيف ما تجارة خويا معايا السلام عليكم هادشي اللي غنبارك شي لا خويا عفاني الله من هادشي هادي. قال لي بغينا مهموم وكتنقلب وحدك. ما خويا كي جاني كيهضمك اصاحبي، كي جاني برزق تقول لي دير لك المشاكل وخليك مشطون اصاحبي. لا خويا راه هادي هي البلاد اصاحبي. خويا الوليدات اللي كيديروا بحال ناقل. عارفين ما يمكنش داير لي الله. راني حبك. حبك ما هو هذا وانت راك عندك صنيعه خدام على راسك. صنيعه قالت بنادم. ولا حنا الزبل على وجهي محشوم ما اصاحبي. لكن نحن قدام الدار ديالو شي مشكل بحال هكا سلام الله يصوب شي نوع هذا غتبقى كاين بحال قدام الباب ديالو ويخرج من هنايا وتيجي تهيد المهم خويا غنمشي نعيا السيرفيس ديالي اخويا انا مروك شي بريد ديالك الله يرحم ديك اخويا الزين الله يحفظك كامل اللي كتجي بحال شرفنا الله يحفظك اخويا الله يسلمك الله اصبر اخويا شتي اخويا عشان هذا صابرين لواحد وليدات اللي عندنا شي الله يخليهم لك اخويا الله يخليك وكنشكرك على الكلمه الزوينه اخويا شي الكلام الزوين وليد يخليك ناشط ودوز النهار والضحك كل يوم خويا نخليك فوق الله يحفظك اخويا شي وليدات اخويا الله يحفظك انا زوج ديال راسي انا خدام فلوسي كنخسرها في خويا خاوي الله يحفظك اخويا شتا كتب لك انا ديك انا دابا محتاج نوض ولا مشيت خد 10 اللهم ديزي فك تاخوك سير الله يسهل لك الله يحفظك وليدات سير خويا مقدي لا بغيت بنادم سير ما خرج سربي سبب بخير بخير امين سير خويا كيما فرحتيني الله يفرحك امين الله يسهل لك قال لي مهموم ودعوه ديال المهموم راه كتكون مستعجله على هاد البلاصه واش خدتي معايا الله يعفو عليا سير اخويا انت ربي في شي حاجه خايبه راه هاد البلية بغا يشوف فايدة عادي ولا باغا نصلي شي بلية كاع كتبغي معاهم سير اخويا الله يعفو عليك من هاد البلية الله يعفو عليك هادشي اللي تقول لا غنبغي شي حاجه اخرى غادي تزيد الله خلي الحكا وغير غنبغي نغرق امين الله يسهل الله يعفو عليك صاد لك التبريكة امين الله يسهل لك المرضي شوفوا كل حالو جري على وليداتو مسكين حنا الفلوس كنا غنجيبوها قرعة رباش غنديرو من كارثة فرحنا بوبري مسكين الله يفرحو في هاد النهار يا رب اش كيبغي اخاو واش نديرو ولا والله يصاوب اخويا الله يصاوب وادير ديال الله وتبلاد يلاه يجيب شي بيزا ميرا شكون شي فرق عليا في الطوموبيل انت خايف لا
خويا ملاح هاني شو بين في فريدة حارة الله يسلمك الله يسلمك قود عليك شو الحيد وي عرق عليه وشي يتقابل وانت الموتيف وحنا مشي وانا دبر عليه شي من عهد شو مشمه شو هو ديال الغنار بلاش خويا ها راه لقيت شمو انا خويا بركاسه خويا زيد خويا سالي غتشوف شنو غتشوف غتشد تشد الكوميسار